السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسي عليكم بالخير. هذه الرسالة وصلتني من أحد المتابعين، وبعلق عليها من منظور شرعي بما أن تخصصي شريعة. هو يقول لي: والله ثم والله ستقف بين يدي الله عز وجل وستحاسب على أنك يعني صورت الفندق اللي أنت كنت فيه والنعيم والجمال اللي أنت كنت فيه. أول بس أول يعني شيء، القسم بالله عز وجل أني سأحاسب أمام الله عز وجل، هذا تألي على الله عز وجل، وهذا يعني خطر جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث يقول الله عز وجل: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. الأمر مو سهل أنك أنت تقول والله أنك ستحاسب أمام الله عز وجل، وما أدراك، ممكن أن الله عز وجل يقول لعبده ادخل الجنة من غير حساب ولا عقاب، أنت لست الرب، والحمد لله أن ليس بيدك الجنة ولا النار. طيب الأمر الآخر، أنت تقول أن أنت يعني أظهرت هذا النعيم وقاعد يشوفونك الفقراء والمساكين. طيب حتى أنت أظهرت النعيم بحملك لهاتفك، وفي غيرك ما يملك هاتف، وإذا أنت كنت تمشي مع أطفالك في غيرك عقيم لا يوجد له أطفال، قطعت قلبه، نفس المنطق بالضبط. طيب أنا أصلا يعني جاي الفندق هذا اللي أنا فيه لأجل الإعلان عنه، طبيعي جدا أني أنا راح أظهر الجميل اللي يعني الشيء الجميل اللي موجود بهذا المكان، لأن هذا إعلان أصلا عن الفندق اللي أنا فيه. المنطق هذا منطق خاطئ. أنا ما أظهرت الفشخرة والتكبر والزهو على الناس، هذا الممنوع منه شرعا. أما أظهرت شيء الله جل جلاله أنعم على بعض عباده، متاح للبعض غير متاح للبعض، هذه سنة الله عز وجل في الكون. المشكلة أن تتكبر على الناس وتزهو عليهم وترى نفسك. أما إنسان بسيط حالي حالك، أنا فرحان أصلا في المكان ومستانس فيه وقاعد أصوره لأجل الإعلان عنه، لأن هذا يتكسب من وراء الإعلان، تاجر مسلم يتكسب من وراء الإعلان، شو المشكلة؟ بل أن هذا الفندق أنا أحبه جدا، لأنه هو من يرعى جائزة الكويت الدولية للقرآن، يعني دائما تكون الجائزة الدولية للقرآن في هذا الفندق يقام به، وهي يعني راعي الفندق هو من يرعى افتتاح هذا الحفل، ويعني حفظة كتاب الله عز وجل يعرفون هذا الفندق لصلاح صاحب الفندق، معروف عندنا في الكويت. فالمنطق هذا انك انت ليش تصور مثلا طعام الفندق ولا مرافق المكان اللي انت فيه والجمال، او مثلا تذهب الى دولة من الدول فتصور مثلا المكان اللي انت فيه الجميل ولا كذا، ان ما يجوز وانك ستحاسب امام الله عز وجل، هذا المنطق غلط. الله جل جلاله يقول: كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. بعدين يؤكد يقول: قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا، قل هي للذين امنوا، يعني يستهلون المؤمنون وأهل الإسلام والطاعة أنهم يكونون في الطيبات من الرزق والحياة الطيبة. بعدين قال خالصة يوم القيامة، أن ممكن في هذه الدنيا أن يحصل على الجمال في الدنيا ومثل المكان الواسع والأماكن الحلوة وكذا، المؤمن وغير المؤمن، الكافر الفاسق الفاجر، لكن يوم القيامة فقط للذين آمنوا، يكونون في الفردوس، يكون في الجنة، صلى الله عز وجل يجعلنا منهم. لكن منطقك هذا خطر جدا جدا، أنك أنت تتألى على الله عز وجل، والله ثم والله تحلف مرتين وتقسم بالله أني سأحاسب أمام الله عز وجل بسبب إظهار الجمال في مكان أنا رحت له لأجل الإعلان عنه. مصيبة مصيبة، الله يعينك الله يعينك على يعني جرأتك على الله جل جلاله. بعدين يا أخوي، أنا حسابي حساب رجل كثير السفر وكثير التصوير، أنا مصور أصلا ودخلت مسابقات في التصوير والحمد لله فزت فيها، شو المانع أني أنا أكون
استقيم على أمر الله عز وجل، حافظ القرآن، إمام، و يعني عندي بعض هذه الهوايات. شو المشكلة أني أنا أهوى السفر والله عز وجل أنعم علي ببعض النعم، وأني أصور ما يناسبني من الأماكن اللي أزورها، ولا لازم يكون واحد فاسق فاجر يظهر العصيان لله عز وجل عشان يسمح له بتصوير مثلا الأماكن اللي يزورها؟ ليش أنا صاحب المحتوى الطيب وصاحب الدين فيما يرون الناس ما يجوز لي، بس يجوز للفاجر أو الفاسق أو الإنسان العاصي؟ يعني ممنوع أني أنا أقرأ كتاب الله عز وجل وأذكر الناس بكتاب الله وأحب القرآن والسنة وكذا، وأني أصور الجانب الثاني من حياتي، جانب مثلا الزيارة، السفر وكذا؟ منطقك شوي غيره. أصور الجانب الثاني من حياتي، جانب مثلا الزيارة، السفر وكذا؟ منطقك شوي غيره. أصور الجانب